مو صفحة حوادث يا أخي، روى طلع على لساني شعر وأنا إلكم ركبوا شبك حديد للشبابين، بيتكم أرضي ولا ما بصير لحتى ينسرق؟ ننسرق، كل هالدنيا ما بتسوى شلة بصلي. مو بس مشانكم، في عالم غيركم عم تتأذى. مين عم يتأذى سيدي؟ مدام بوران أنا شخصياً بدي اضطر افتح محضر مشان سرقة بطانية ولا شغلة ما لها طعمة، والمواطن اللي راح يصير. هذا سيدي اسمح لي يعني بردون بهالكلمة، هذا مو مواطن شريف، هذا حرامي سيدي. طيب قبل ما يكون حرامي شو كان يا مدام بوران؟ كان مواطن شريف. ها؟ شاف شباك مفتوح بلا حديد مثل شباككم، قام شو صار؟ لعب الفار بعبه. شفتي؟ صار حرامي، الحرامي ما بينخلق حرامي مطلقا. يومين ثلاثة ما بيصفى لا حرامي ولا مسروق ولا مواطن شريف ولا غني شريف. اوف اوف، ليش بقى يا سيد ابو جدعان؟ كمان انت ما بتعرف؟ ضروري يعني تخليني البس اواعي شفي، ريحتهم طالعه على الجو. الاعمار بيد الله يا اخي، المهم الواحد يعيش اخر ايام حياته وهو مطمئن. كلياتكم كلياتكم عارفانين ما هي؟ مو بشو بانه اخر ايام حياتي. عن شو عم تحكي بديع؟ قل لي هات عملت تخطيط شو صار معك؟ انا كشفت لعبتكم كلياتكم. شو طلع معك بالتخطيط؟ ما طلع معي شيء طبعا، ما بده يطلع معي شيء. منين بده يطلع معي شيء اذا كل ما بروح لعند دكتور بتتصلوا فيه بتقولوا له لا تخبروا الحقيقه؟ اي حقيقه؟ حاجه تكذبي امي حاجه، انا سمعتكم باذني هي اللي بدها تنبخش، عم تقولوا انه الواحد لازم يعيش اخر ايام حياته. خرب بيت شحمك، نحن ما عم نحكي عنك، نحن عم نحكي عنك. لك حاجة ما أحلاكوا أنتوا تعترفوا إنه عم تحكوا عني، هاتوا هاتوا 800 ليرة. ليش بدك 800 ليرة؟ هيك بدي روح أعمل تخطيط عند دكتور ما تعرفوا إنه رايح لعنده وما راح لكم وين، هو بدنا من فوق بيع الهريسية. مديع مسيك لشوف، هي 1000 ليرة وبالباقي جيب لي معك شوية هريسة. أبو نجيب بدلة الفتوة لسوسان. ما تفتحي انت سوسن، هيك هيك راسمة بالبكالوريا، سواء كانت لابسة بدلة فتوة ولا مو لابسة بدلة فتوة. كتي بس اتعالج بردلك يا ابو، واذا متت بتاخذه من الورثة. خلاص بدي انت روح اتعالج وانا ما بدي منك شيء. الله هدول الكلاب عم يضحكوا علي، شو ما ضحكت ابوهم انا؟ بيعرفوا ما في زلزال، ليش يعوا عوي؟ ينبحوا انباح عادي، ضروري العوي.